كريم النهارده وده اللي انا قلته في المقدمه بشكل مباشر كده، محمد صلاح اتظلم؟ بص كان هيتظلم لو كان ميسي خدها، لكن ليفاندوفسكي ان هو ياخدها لا، بالنسبه لي يعني وجهه نظر شخصيه. ليفا بصراحه ارقامه الموسم اللي فات مرعبه مرعبه بكل تاكيد، واعتقد كلنا حتى انا اعتقد ردود فعل الناس واضحه ان هي طبيعيه، وان ليفا ياخد الجايزه على صلاح. انا بس اللي استعجبت ان صلاح يطلع ثالث مش تاني، دي اللي ممكن يعني بالنسبه لي يعني كانت غريبه شويه. ميسي انا عارف ناس يعني محبين ميسي تعرف طبعا يخش يقولوا لي يا كريم لا استنى اصل الجائزه دي محسوبه من اكتوبر مش عارف ايه، ونخش بقى في الدايره بتاعه الايه بتاعه الارقام. انت بتتزنق لما بص لما بتتزنق في الاداء بتاعك بتجيب اي رقم عشان يسندك. والامانه ميسي خلينا نتكلم بصراحه فعلا ميسي محبوب، يعني ميسي هنتكلم على جائزه بيتم التصويت فيها من قبل مدربين والاعلاميين وكباتن الفرق، ميسي محبوب بكل امانه. ولو عشان نبقى امنا برضو يعني ما انت لما تبص على ارقام ميسي 46 مباراه 34 هدف 14 هدف صنعه، خد كوبا امريكا، خد كاس اسبانيا، كاس ملك اسبانيا يعني برضو والله مختلف. بس تاني مش هتلاقي بكل امانه مش هتلاقي في السنه اللي فاتت دي الامباكت او التاثير بتاع ميسي هو اللي يوازي اللي انت عايز توصلني ليه. لا بصراحه يا حتى هديك مثلا في 2010 لما ميسي خدها على انيستا، رغم ان انيستا الناس كلها ساعتها قالت ان انيستا كان هو اللي يستحقها، كان ميسي عامل يعني امور تشفع له ان هو مفيش مشكله حتى لو انيستا اتظلم شويه، لان ميسي برضو عمل حاجات كتيره في السنه دي وحتى على المستوى الفردي وعلى مستوى الاداء الجماعي للفرقه اللي معاه. لكن تاني عشان بس كلامي ما يترجمش عشان ميسي ساب برشلونه فدلوقتي كريم سعيد بينتقده ايام لو كان ميسي في برشلونه. طب بص لي كده ليه؟ عشان عارف انت كده. انا اصلا بصص له أيوة. عارف ان هو بيعمل كده انت بتعمل كده عشان كده اصلا. يا عم ما رضيتش اتهمك انت كنت سيبني اخلص عشان اقول له كده اصلا اعترفت لفيت الجمله قبل انت ما تقولها يعني انت اعترفت. فانا في وجهه نظري شخصيه بجد والله لا انا ليفا يستحقها طبعا، وكنت اتمنى محمد صلاح يبقى الثاني، بس انا احساسي يا كريم ان محمد صلاح بيسير نحو الجائزة بالظبط بالظبط. هدي مثلا بسيط سريعا، الممثل الكبير ليوناردو ديكابريو وهو بيسعى للأوسكار فضل يعمل كم أفلام رائعة وما بياخدهاش، فضل يسعى أنا إحساسي محمد صلاح برضو هيسير على نفس التراك وإن شاء الله خلال سنتين جايين باذن الله. المشكله ان ديكابريو خدها في فيلم انا شايف ان هو من اقل افلامه، ذا ريفننت ده، وعمل حاجات احلى بصراحه. كان جامد قوي.